كمية ورق للتخطيط الشر الثاني اكتب عيد من الاساس. غنيت سمعت الناس بتحرق جازية. الناس دايرة تقول كلام كتير في الراس يا. انا ما محتاج كلام كتير عشان يتقال يا. كفاية صوتي واصل لبعد الاميال. كمية ورق للتخطيط الشر الثاني اكتب عيد من الاساس. غنيت سمعت الناس بتحرق جازية. الناس دايرة تقول كلام كتير في الراس يا. انا ما محتاج كلام كتير عشان يتقال يا. كفاية صوتي واصل لبعد الاميال يا. خشيت في الكول جرد في الزم بديت الجول اي. سقف العبور ده عالي عايز شوية طول اي. اعيد المشهد عشان الاحظ التغيير اي. ناس بتحاول تتسلق من عمق البير. تعمل الغلط فتصنع دور الاسير اي. دي نفس الناس المزية فقاعدة تطير اي. كبار في اللعب وهم نلعب دور الكبير. كبار في اللعب وهم نلعب دور الكبير. كلام اغوانا واحدة ما محتاجة اي كلام. لو انت صاح نحن بنقول لك سلام. لو انت مضلل ما بنكتر الكرام اي. الناس دي سلعة بتزيد وبتقل جرام اي. في الدنيا مصلحة ما في حمام سلام اي. فترجع ورا وترفع راية استسلام. تقدر تواجه كمية زخم الكلام اه. تقدر تثبت اللي بيكون عليك كلام لا. تقدر تعيش في مكان مليان الغام اه. اديك كلام امشي اتبع الاسلام اي. شكلك كده كده وضعك ما تمام اي. انا ما شغال مرشد في غناة اعلام. الشغلة وسعت لما انشرطت اللجام. صار الفضاء ما بتفرق لو رجعت بالزمن ورا. لو في جوهر كان بدري شافت لقى اي. نفس العقلية مهما طال زمن المدى. قلت الثبات وتوقف جاه الصدى. قلت الناس وتزبزبت كله مشى اي. رجع المكان فاضي زي ما كان بدا. نفس الحال بقى موجود من كم سنة. نفس الحال بقى موجود من كم سنة. نفس الحال بقى موجود من كم سنة اي. نفس الحال بقى موجود من كم سنة اي. وانا وحدة ما محتاج اي كلام اي. لو انت صاعد احنا بنقول لك سلام اي. كتير الكلام الناس تلعب يزيدوا بقل جرام. في الدنيا مصلحة ما في حمام سلام ايه. في الدنيا مصلحة ما في حمام سلام. فترجع ورا وترفع راية استسلام ايه. تقدر تواجه كمية زخم الكلام ايه. تقدر تثبت اللي بيكون عليك كلام ايه. تقدر تعيش في مكان مليان الغام ايه. اديك كلام امشي اتبع الاسلام ايه.